لكن هي فرصه كمان للاعيب الكوره اللي بيبتدي المشوار من هو صغير عشان يوصل انه يحقق لنفسه مجد في بطوله زي دي. صحيح، احنا بنتكلم عن ان دي تكون نقطه انطلاق لانك مرفوع عنك الضغوط. لما يرتبط الحدث بجوارديولا وكريم بنزيما والاسماء اللي حضرتك ذكرتها، فانت بالتالي خليني اقول ان النتائج عموما مقبوله في اي وضع، لان انت بتقابل خصوم اقوياء جدا، اسماء كبيره جدا، ميزانيات ضخمه ومفتوحه. فبالتالي انت هنا العب من غير ضغوط، حوافز ودوافع اكبر من اي وقت فات. العب كورتك، العب بالشكل الاعتيادي. بشوف ان اهم حاجه بيحتاجها النادي الاهلي علشان يقدر يعبر عن وجود قوي في هذه المناسبه، ان احنا نفهم وندرك جيدا جميعا ان اولا مارسيل كولر لم يذهب الى السعوديه للاختبار. يعني الراجل ده اللي نجح في انه يحقق 5 بطولات في الموسم الماضي ليس محل اختبار في مباراه او مباراتين، بعيد كل البعد عن ده. لازم الرساله دي تكون واصله له مننا كجمهور كميديا، اكيد اكيد وصلت له من بدري من مجلس الاداره. انت رايح عشان تعمل شغلك الاعتيادي العادي اللي احنا قدرنا من خلاله نصنع نجاحات، ونثق جدا في قدرتك على ده. وكل الرجل جاد جدا جدا في قراءه المواجهات المباشره الاقصائيه اللي هي تحقق لقب، اللي هي تسرق لقب. فلازم نعزز ده جدا جواه وننقله ده وننقل ثقتنا فيه. ثم اللاعبين لازم يدركوا جدا ان الراجل ده استحق منهم جهد اكبر. يعني احنا في اخر مباراتين الراجل ده بيدفع ضريبه تكاسل، لا تركيز، سرحان، حاجات كتير جدا. فلازم اللعيبه هو اللي بيحاسب على فاتورتها. بالظبط بالظبط. احنا يعني مباراه بلوزداد الاخيره تفاجئنا بكم فرص. انا شخصيا قلت هنا هقابل فريق متكتل. انت قلت لي باكيتا هيغامر، قلت لا هيجي يتكتل، لكن كم فرص ومساحات ظهرت والراجل قدر يوصل لمناطق. احنا جوه الستة ياردة 3 لاعبين، وبالتالي استمرار حالة اللا تركيز لازم اللعيبة تدرك كويس جدا جدا ان خلاص مفيش فرصة لده. كمان الكولر يستحق منهم اكتر من ده. فبالتالي انا بشوف انها فرصة ان شاء الله استعادة الحالة الذهنية، استعادة اليقظة، الحوافز، الدوافع تدفعنا ان شاء الله ان احنا نقدم مباراة جيدة امام اتحاد جدة، اكيد هو الخصم الاقرب لينا.